هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مبصرين فإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا بالذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم الله أمرهم إذا أراد شيئا أن يقول له وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان من تأزز بالقدرة واللقاء وقاهر الإيادة الموت والفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأن سعيكم سوف يرى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سهدي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم للأرض والحساب بسم الله وبالله ومن الله وعلى مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يا عبد الله بنت هوى يرحمك الله يا عبد الله بنت هوى يرحمك الله يا عبد الله بنت هوى يرحمك الله يا قند بريان بن زكريا يا قند بريان بن زكريا mudah-mudahan Allah mengasihi sayang yang akan sampian amin. Sekarang sepian telah hilanglah dari dunia dan perhiasan dunia. Sekarang sepian di dalam adalah berada dalam pertahanan akhirat, yaitu setengah dari pertahanan akhirat. Yang tidak lama lagi datanglah dua orang malaikat akan menanyakan kepada sepian dengan perkataan Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma diluka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka
wa ma'itikaduka wa ma'lazimu ta'alaih. Waqul lahum Allahu Rabbi haqqa. Faidha sa'alaka thaniya. Waqul lahum Allahu Rabbi haqqa. Faidha sa'alaka thalisa. Wahiya khatamul husna. Waqul lahum Allahu taribil fawsi. Allahu Rabbi. Wa Muhammadun Nabi wal Islam dini wal Qur'an imami wal Ka'bah qiblati was salatu fariidati wal muslimuna ikhwani wa Ibrahim qanil wa abi wa ana isu وَمُتْ عَلَى قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَمَصَى يَا عَبْدُ اللَّهِ فَمَصَى يَا عَبْدُ اللَّهِ بِهَذِهِ الْهُجَّةِ وَعَلَمُوا أن المقيم بهذا البرد إلى يوم يبعثون فإذا قيل لك ما تقول في هذه الرجل الذي يبعث فيكم وفي الخلق أجمعين maka yang datang dua orang malaikat akan menanyakan akan Sufyan dengan perkataan marabuka wa man nabiyuka wa ma Gipen bagano ja berdua nggih. Apa dia? Iya. Nih, padol. Okay.